قناة الواقع، حقائق مثيرة وعلم نافع. كيف تستدرك نفسك؟ يعتبر بعض الطلبة أن عدم استيعاب الدروس أمر محير جدا، وقد يتسبب لهم في الرسوب، وعلى الأرجح أن البعض الآخر يعتبر هذا الأمر نهاية العالم. لما الاستغراب؟ فهذا أمر طبيعي جدا يحدث للإنسان، لكن بعد هذا الفيديو ستجد أنك تحسنت وأصبحت تفهم الدروس بسرعة كما لم تفعل من قبل. فهذه النصائح الخمس ستساعدك كثيرا في قادمات الأيام. قبل مشاهدة الفيديو ادعمونا بلايك واشتراك في القناة للمزيد من الفيديوهات من هذا النوع. أولا، ركز مع الأستاذ أثناء الشرح ولا تعير انتباهك إلى أي شيء آخر إلا شرح الأستاذ، وسجل الملاحظات المهمة على دفتر ملاحظاتك. أعرف أنه من الصعب القيام بذلك مع وجود كل تلك الملهيات داخل رأسك، لأن لكل شخص انشغالات ومشاكله خاصة به. لكن هناك ما يسمى بحوار الذات، فأنت عادة ما تيأس من أول محاولة وتقول في نفسك أنت إن لم ولم تفهم بهذه الطريقة تكون قد دخلت في حوار سلبي مع نفسك. وقد أثبتت الدراسات الحديثة أن الحوار السلبي مع نفسك يؤدي إلى توليد طاقة سلبية ضخمة تستقر وتبسخ داخل عقلك وتصبح عادة يومية. ثانيا، عقب انتهاء كل درس قم بمراجعتي في المنزل. قد يقدم لك الأستاذ تطبيقا منزليا حول الدرس، لا تهمله وقم بحله، وإن لم تفهمه قم بمطالعة أمثلة عن الحل النموذجي وقلد خطوات الحل، ثم خبئ الحل وقم بحله بمفردك هذه المرة. ثالثا، اطرح الأسئلة داخل الحصة ولا تكن خجولا، فهذا سيساعدك من فهمك للدرس. وإن كنت تظن أن هذا سيزعج الأستاذ فأنت مخطئ، فهذا سيزيد من حماسه ويجعله يراك أنك تلميذ مهتم. رابعا، احتك بزملائك الممتازين داخل قسمك، اطرح عليهم الأسئلة وحاورهم فيها، ناقشهم على الدرس، اطلب منهم أن يساعدوك على فهم الدروس التي قد تجد فيها معضلة بالنسبة لك، وأظهر لهم عزيمتك على النجاح، فاختلاطك بالممتازين يجعلك ممتازا مثلهم. خامسا، أحيانا قد تستسلم للفشل من أجل إشباع رغبة معينة، كأن تحصل على الراحة وأن تضيع وقتك في مواقع الدردشة والتواصل الاجتماعي، لكن هذا خطأ كبير. يجب عليك أن تعالج نفسك وتضبط ذاتك وأن تكون أنت المسيطر فقط، كأن تقول اليوم يوم للدراسة فقط، لا انترنت، لا هاتف، ولا لعب. وبالمعنى أن تتحدى نفسك، لكن امنحها الراحة التي تستحق ولا تجهدها كثيرا، وكل هذا من أجل الوصول إلى نتيجة تشعرك بالرضا عن نفسك وتوصلك إلى النجاح. وتذكر دائما أن صد الأفكار المظلمة سيخرب كل شيء طالما هي حبيسة داخل عقلك، فاطردها عن طريق تلقين نفسك عبارات إيجابية تمنحك الثقة بالنفس. إن أعجبك الفيديو لا تنسى أن تدعمنا بلايك وتعليق، وللمزيد من الفيديوهات والأخبار الحصرية اشترك في القناة وفعل خاصية الجرس، وستستفيد كثيرا بالفيديوهات القادمة.